يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا دي الحياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا السلام الهدار بفضل الله وبرحمتهم أف أبو بكر الصديق أدل كس كرام المقتطفات أفكتشو من ديكش مغى الإسلام الإيمان إكسام السلوك إكسام وذي المكانة إكسام غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المثنى، أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي، يعني يوم ورقاسي عشان ثيثو ستين سنة ذي عمر سيد مثل يصحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذي نسان إذ الخليفين سن زورهم بعد أسماء إبت وفا صلى الله عليه وسلم ذيون ذي عشرة المبشرين بالجنة يبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سي جنة. أبو بكر الصديق يتمثل بمثابة الوزير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولش أن يوقع حميد يعفذ الدنيث الجرقزن أكثر من أبو بكر الصديق. سقسنا ننسى رسول الله عليه حميد يعفذ الدنيث مرة ينيس عائشة رضي الله عنها وأرضها ننسى الله رسول الله جرقزن فأرد لنا ينيس الفافاس أبو بكر الصديق يقال قويس عزيزا صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلي ولكن أخو وصاحب إن دلو كانت تفاق يوني عدد يليد الخليل ما لم أدرد الخليل إذ ولا يتقرب مرة غابورة مرة أو أكثر هذا ما الذي تخلنا ما نهدي الشبل المحيط بنسى دخل صورة من بابيس إنك لو كانت تسعوا الخليل ذي عفذ الدنيا تسعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولكن ذي مع ذي الإسلام والصاحب كانت مثلا خزر كان المنزلة إنسان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا إنسان إذ الخيار ذي العفذ الدنيا على الإطلاق بعد الأنبياء والرسول كانت مثلا أقبل الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا عمر يعفذ الإسلام الأصنام يخدم من الجزر والنذن نسل على عبدت ولكن أبو بكر الصديق ذي العمر إثني عفيف ذي العمر يسجد الصنم العمر يشرب الخمر يحكد في مانيش ما تيوين فذاس أما كنت سوينا كني مرة ها كل مشركين القرش يرون السدين شطحن أن تسوين الأصنام الأصنام ولكن يزرعني من جر لكن على شكل العباد عبدت النذن إثنين جر بعد عبدت تسوين الرش سنة يقعد الرش نشطحن سكرين تني الطرف من الأصنام باش أسن سكرين الآلهة ما لعب ذنب بعد دي المستقبل الإنسان كان يجد مثلا التسجيد بعد للأصنام ولكن الذي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن ذي الكلمة هي والفافة إن ذي الغردي إن ذي خزر الأصنام إن ذي بقرة أسنى أذوهما أذصو أسنى فكيدة الشعر أفكيدة الشعر الزمرد أفكيدة الصعر ذي قلت الزمرد إن ذي إكسو جيها مسلية الأصنام إن ذي بعدين دفر الكفرسي إن ذي القادة ثم ثريس إذ الله يرضى ربنا أيه مثلاً إذ وقنا إذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذ يوم بجز يوم شخصيا قريش سعى مكانة القرحة يوم تاجر ماهر إذ يوم تجار أم قرحان ويسعى الشيم ذي ماركتين القريش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما أيه مثلاً أي محوم الشرق يغرب الشمال غير الجنوب يسمى بين البقعة من الدنيا مرة باش أدي صدر شوف الدين أريا الدين الحق الدين ذي الصحر يسعو الدين ماشي بقصنا بقين الدين ولكن أدي صدر الدين الحق ذا شوف أي سنة دين أي سقسي خربونا الدياف أدي سقسي وخاصة النصارى المسيحيين يحمي هذا المسيحي من دارة يزار مرة أقوى دارنا في الوحدانية في الواحد الأحد أدي فيهم أدي السقسي ولن دي قريش مثلا كرام الدمغارن لن دي الوقتنين وقفينا الأصنام الأصنام أرثنا عفيدن أرث قربنا الورسن أرثن تسمقين تفن كان دي المين لن نسينا إبراهيم الخليل أبو كرسيدي حمد يهضر يسلم الدينين إلا بكسن
قص ابن سعيد الايادي الى زيد ابن عمرو بن نفيل الى ورقه بن نوفل يحمل ابي سريب بن سريل السن يحمل من شعار من ابيات الشعريه اللي يخدم لك لميس فلا يقال لك داخل المخيس يشفو في الاسم اي خطر ذا وحديث وحيد سيدي ربي ويجيب اقفي لا لنا الاذنين ذي المشركين اما اهل مكه اي مثلا قاعد يظنون الاسلام الكريم مثلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويستعرف فلس الاسلام اللي عبد لكن دي قريش ادع جنك في الاسلام السينما اهل ترى ضغام ازمان ديني ونشتري الصوار اهل ترى دي كوين العين بيجيني خزر كان اخي يوهم ابو بكر الصديق اخي نخزر فلان يا عباد العقلاء ميدين في كيس الضرب يعقل ولكن خزر سعر يعقل زرنس السلن ولكن عفذن ازرو ورين سعيد عقل ورسل ورزا الله الله ورزم لك يخدم الخير ورزم لك يخدم الشر إنه أمك يعني أهل دار الغير وقيت الصور ذا الساعة إنك إنكار تمسك تجيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق مثلا ذن دكوين في محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام عاديين دي عمار غيفين سعامة يجد يقال في محمد صلى الله عليه وسلم إزراف أبو بكر الصديق بالعبد يسعان يعقية يسعان يعقية إسخرض ذي الجزن يسعان شخصيا ذوي ذي يسعان يعقية وقهدرني بسليل العايم ويحمي لنا ذي العبد ويحمي لنا تقصر ونسعى لزي يحمي لنا بسليل ونسعى لنا زي يتخفر الجزن السحان الجزن غاديوين أفري ذي الهان أم سليل الهان أفري ذي السفغ الغرفافات وإزراف أن في محمد صلى الله عليه وسلم إزراف بلي ديون وجاز وقسم إثي خضر قبل الإسلام حشا في ذتس حشا لمنا حشا الصدق يكتب غرورس سبحان الله أرمين السوى الذي قريش الصادق الأمين الصادق الأمين إني في مثل وقين ولا شيء من دينوني إنسى الوقين لك سعادة الدكوي الوقين أقبل الإسلام يسعادة الدكوي إنسى كني حكونا كني هدرا كني الحل كني الحل هذا صلى ربي نادي سلم غفر النبي عزيزي صلى الله عليه وسلم وذي يرضم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما يتمثل يواس أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروح في مرث الشام يتمثل ذي التجارة كالعادة أماكنا يخدم أكنا من بعد أي سمحسيس دائما غسكنا على التجارة ولكن يسمحسيس لأهل الأديان قد نجي عارف ذلك المرة كل أديان مرة إيش بس يسوق مرة شيء دار الكلام وخاصة رهبان النصارى المسيحيين إيش بس يسوق مرة دار على خطر القرابة وين بالليم أديان اللي فينا جديدة لدي بعد سيد ربي الله يتشكل الزوقي ويجي مش بس دي الدماغ وش مكتيد اللي يمد إنس ده بقى ورقة ابن نوفل دي من كان مكرمة يتشف ذلك من يده دار ورقة ابن نوفل اللي ده دار ذيك مرة الشام كما يهمل يواس قصنا ربي ما يقول لك دينا في مرض الشام يرجع يفتقد يولم بلي أقول إيش يفقد يقول كنيسة يروح بقضايا ما غير من يصب غير أهل مكة أهل مكة المكرمة يفرق كان يفرق كان ديما صوب لك يشوف الزعف يخان المرة ما كل أهل مكة المكرمة يندم بعد وإذا نينا الأجزاء نينا على المواصول نينا زي فرقني وقولنا إلى دغاي دوك إلى مكان إلا زيجنا يندم بعد يشمع أبو خم أبو بكر الصديق الحجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يكرد قبيا يروح عريون من المسيحيين من النصارى يحكي يستدي تليم ينيس تزرع ينيس ذا شو نيس دينا وينا ينيس زرعه ينيس بلين ووويت على الطيران دي أدي فان النفيمة الجديدة دي شجاع سيدة ربيع ينيس ودي دي شجاع دي المرث دي مكة المكرمة وذي كتشيني مريدين فقربض غير غرص أقرب القرحان واتي للسعي بميح بيح واتي فرح الوطشبض واتي بيرتو ذاتي لها غير غرص غير يدي سيس الله زر كان مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلقي ثلقي وتي يحكي لنا من بعد الخلافة من يجلس في روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخلافة تي تي يحكي كان يد مثل وتي يحكي لنا موقفين الله أكبر كان يد مثل إذا الحول وسان الإنسان ذي ثمرة الشعر قلنا غير من اللي يقاس يفذد ذين يقول ديوغ بشان ديوغي غير من كلمة كرمة وتروح دي القافلة اللي يغي يدكني تدون تقفري ذا غير من كلمة غير من كلمة كرمة سبحان الله من بعد ذن أهل مكة
روح على القافيه القافله النيمي القافله النيمي يديروا لك نيم ويدد ديك سن ابو بكر سيدي رضي الله عنه وفذا تعقيضا وفذا المره اي شل الزهير والسلايا انا تعقيضا ليش هو الدفع على كذب كان مكرمه من بعد فذا له درم قدسي مرام ليش هو دينو الفلك كان ماذا جديد دي من كان مكرمه اثنين محمد قال يدعاني مانيش في غير هضره تسيد ربي غاد اسيقار اي اتى اش قاعد يدذن في ذا الرسول باش انا عرفت سيدي ربي واحد اسس نخدم انا غنشريه الله ابو بكر الصديق مثلا يسلس المدن اللي ما هدرنا كليم واش ندير انا البوان يمطون غير اللي ندبوا النساء الهواء واللي شي تجوز داخل يصرع يكشر الايمان غارونيش يصرع في دقيقه طيب واش غارويض ادي 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 روايه كان يسعى الايمان يكشر الايمان غارويش الايمان يسعى ابو بكر ولا شو اللي يسعى ديال الامه حاجه الانبياء الرسل اللي فيه وقال باش انا حنا كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هادي قال ماشي الكلام من زياده تصليتنا من زياده الشعائر ندير نخدم مثل يسي كيف ابو بكر الصديق في يسي كيف يسي كيف ويا ولكن الشواط اللي قال لك الداخل بوليس بوليس دي طيج بوليس حاجه بخير يسعى بوليس باش بحال يتمنى لي ندير لي عيلات يتمنى الخير يمد المره يحمي الناس يمد المره ما يليك يحمل الايمان يس الثانية مثلا تجحود القافلة اللي تكمل تقول هذا ميه مكة المكرمة من بعد يكمل وقافلة اللي مثلا تقافلة لكن يوم على ميه قوض يفاد أبو جهل بن هشام كالعادة وعذو الدين وعذو الإسلام عليه لعنة الله وعذو الرسول صلى الله عليه وسلم يروح أبو بكر الصديق إنس يا عتيق خطر العتيق عتيق اللي سميش وقبل الإسلام كس قرني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنس يا عتيق وزر الله شدينا ومدكريه إني سني وعند كل يوم في غرض أن محمد الأمين إني سنع محمد الأمين وصلي طرف النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم إني استغرض أن محمد الأمين إني سنع إني سندي قرب لي انزلت في الوحي على إيش قاعد سيد ربي ذن في ذا رسول الله عبد وسنخدم على شريك إني انزل جبريل في الليل ويهضري الله أي ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونقشع خمسة تاكين إناس الفكري ونسقسين إناس السيرة كانت قميش ويقين أنت لي دينا إناس نعم ذايا إناس إن كان قال فقد صدق إناس ماذا أنت دينا نسحي دينا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا شك كلام النقاش أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا كانت قميش دي فقد أنت لي دينا نسحي دينا أبو جهل بن هشام فقيه في اللاسي قعام أمش يروى قاسم أبو بكر الصديق فلا يمن سويا إدي وكان محمد صلى الله عليه وسلم من بعد أكمل في مسألة الزيادة من إدي وكان أبو بكر الصديق غار وخميس إس لكن إدي وكان إدي تموت للشام يقيم شوية أبو خميس أن يقيم من بعد يفرد يروح غار وخميس وش بيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يشقر في أسرة في بورث أكلم إدي فغير مثلا إما كان يقول ذاك في الثبورث أنيوة إذ كذلك كان في الثبورث إسم خديجة رضي الله عنها وأرضاها إنيس يا خديجة العتيق الذي كان في الثبورث خديجة أنزر بالليم إذن سليسان زوالوت يقول من أنسل في محمد صلى الله عليه وسلم إذ فلنصي رضي ربهم لبلاتفار من الإسلام إذ مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من الإسلام إذا زوال خديجة رضي الله عنها وأرضاها وسليسان سبير نقلك في الحق في الليل لا إله إلا الله محمد رسول الله دحشر ربي يرسل بي هي ثلاثين أما النبي صلى الله عليه وسلم أما خديجة رضي الله عنها وأرضها من الصحابة الكرام مرة جميعا إناس العتيق يا خديجة من دي كثير بعد إناس تبوث يكشم غير غرس إناس مستموت يا أخ العرب ذي شو كسير دي برا أشو كلا أهضر في الله إناس وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عتيق ليش كتسير ذي سبب تقارن أتقارن بلين نزيد الوحي فلاك نزيد جبريل فلاك نزيد ألك دي قرأ سعب ذي سيدة بس خدم ذرا شريك باش أذو أبل أكنا أذو خار العبادة عبادة الأصنع ما جي مرة وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو سيدة ماشي ليش فهم ليش فهم قبل لا ليش ليش سنتنير ماشو الجواب يسنتار إن الدنيا وش إن كان قال فقد صدق ماذا قلنا ذا تسيد دينا سجمي سيد دينا وتسحي دينا فقد صدق من في محمد صلى الله عليه وسلم يتشير من الهواء يمزف قرويس يطفت غرورس أي حبيبي أي حبيبي واسم أحبيبي
ماشي تحبيب المادة، ما حبيب غفر بهم، حبيب غفر بهم كشاد الهوذا أندوكي كنتاكيد إنه أكيد أكيد إنه أفرد سيد ربي ما تصدوكي أتم ينفع من الدنيا أتم يشفع من دي أخر ماشي ده ماشي ده في شوية من الدنيا ده سقي ده هذا ودي أخر تزكى إذا ربي مع عزيز سبحانه وتعالى إكسم إكسم الليل أولا ون أكن هذا ينفع من الدنيا ذي دي الصلاح أتم يثقبت ودي أخر ذي يشفع إذا روح القبيلة الجنة تصير كبار بين جميع الأيد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تفتد تفتد غروس ينفع على زدي حكم أفل وحي ينزل الفلاس ينزل جبريل عليه السلام وذينا إذي غار حراء إذي ينزل أولا بزوالو اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكي ينزل دي حكام وش يحل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولكن أي مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولخمالق فريا الفذافسيس إنس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الإيمان من أبو بكر أي مثلا يفرض وش يحل يفرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفخام وش يحل النبي صلى الله عليه وسلم يرنك لك كلام شطح الوقت كان يغاي ولكن لم يغاي أعطر واحد سي يغاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماشي واحد سيبوها يبغي خمسة من الدن من أشراف قريش يبغي ثني يلس ومن أتشهد لا إله إلا الله محمد رسول هذا بيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام يبغي خمسة يجي يقول لنا الرس بيان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرح ذا القرآن الرسالة ستيحوا إذ دمر الرسالة الإسلامية مثل تصل خديجة رضي الله عنها وأرضها فني استعفوا يا رسول الله استعفوا يميز يفو كل وقت مستعفوا يا خديجة يفو كل وقت مستعفوا الراحة فوق ذين الراحة فوق ذين من في مشبيح صلى الله عليه وسلم هذا حشر ربي إذن سيد مثل يوم القيامة ذي جنة إن شاء الله تصيح تضرب جميعا يد مثل أقضينا لهم المشركون القريش الرسالة للإسلام أقضينا لهم في صلى الله عليه وسلم يجد يبوكا جنيم فذان أتكفح فذان أسخد من أين 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 نهارا فغان يعني أمكاس سنسن تفاث أسنسن تفاث سيد ربي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان الكافر فغان السنسن تفاتن سيد ربي الله أكبر وكما أن يستفاتن سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يرمك أنك كرام بعد السوية سيد ربي أن يسند أيضا ذكر وغوري يقول ثر سيدة المنتحدة الإسراء والمعراج إن شو قبيلنا أهل الأرض أي قبيل أهل السماء يقول أي مثلا ذي المسجد الحرام المذ المسجد الأقصى للسنة يعرج أسر يا رسول الله ثم عرج به يقرأ سيدنا النبي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله يروح الجل يغير الجل أنشتك مرة ديونية ذي قلنا الإسراء ذي المعراج ذي فرضت سيدنا النبي تزاليث تزاليث ذي غير غورس ماشي ديقع انا جميع الفرائض ديقع ولكن تزاليث ديال الاسلام ديال سيدنا المنتهى سيدنا ارشيد ربي الخالق ديناني دي فرض دي فرض تزاليث افرضت خمسه تزيلات نفس الاجر من 50 تزيله ويغايد الكواسه من مكه المكرمه من بعد مثلا كرداش كان يشرح اذا يهدر وش بيه النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الرساله الاسلاميه قد يهدر ليهم ماشي فرانا إمّا جدّاً اشتكي في كريستال زور أبو جهل بن هشام إنيس تشوي دلّا كم إنيس أسر يبي الليلة إنيس أروح ذي الإسراء ذي مكة المكرمة أرمي البيت المقدس وهاي هذا الدير إنيس أبو جهل بن هشام يفتس تبوث إنيس سورة ذاين الإسلام خلاص أمن في محمد صلى الله عليه وسلم أمن سمي الإسلام فراغ ذاين خطف وشو وجوات يقفين مرة أب شوف لأنك ذي يومنا يكتب عن بعد يشوي الشكل بعد يروح قبايا أبو جهل بن هشام العتيق يا عتيق ده شدي قال كون دقيق إن إيش ده شدي نام إن إيش ده قال روح ذي مكة المكرمة لاشم أرمي المسجد الأقصى شو غير هذا الجيل إسراء إجا أرمي دي فوق إن إيش ذن سيدي نام إن إيش نعم ذن سيدي نام إن إيش إن كان قال فقد صدق
ملك لأن ماذا تجدي دينا الصح دينا إن سمك الناس كن صدق ومنف في الخبر السماء خبر السماء إيش دي تروح عندك دينا ومن أغثيس وجينا وجي خطأ أثمن أبعد من هذا أثمن أخطر ويكثر ويكثر يروح خزر كان مثلا أبو بكر الصديق أم إذا حمين في صلى الله عليه وسلم هذا الخيار دي لا يفيد من دول ذيك حمين يحمين أبو بكر الصديق ونشوف حمين أكثر إيه مثلا يروح على ورس رسول صلى الله عليه وسلم يتفتد غير ورس إنس بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنس والله صحيد نير والله صحيد نير والله صحيد نير إنك صادق إنك صادق إنك صادق الله الله نظر كان أية مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله ونشوفك شوارع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه يروح اسمه هجر على المدينة المنورة ونشوف مجنا حق أبو بكر الصديق يسعيني ونشوفك سعيني من هذا الحجر إنسان إنسان يديت صغرها ثلاث أيام يقيمن دي غار فور ثلاث أيام إنسى رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إنه كان يخزر يوم الهر هذا ظهر ميسا تغديزار إنس لا تحزن إن الله معنا واحد زلالة سيدة ربي لنغينا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إنس ذا شد إن السنين هنا سيدة ربي لنغيستياتا ونسوي ذلك صغر إن أبو بكر صدق إن دمت خزر الإنسان إن دفع ثوري وقال ذلك إن دفع ثم أقول وذميس خطأ إيش كي سيدة ربي إيش كي سيدة ربي الله سبحانه وتعالى إن زيد فلسي درب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سورة التوبة أبو بكر الصديق الآية يقول سيدي تدرر ماذا بعد ماذا بالك هذا سيقبل لكل نسير إن زيد فلسي درب القرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار وسيدي تدرر التواضع يستمع الآية يقول سيدي درسي درب ذا القرآن الكريم التواضع سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نسى شاد لأبي بكر أشيك أبي كاف قرر ديمانيك عن أبو بكر إنس إنس يوم يوم إقيم ذغار ثور يف مطر دب كل قاية بيد عمر عمر فاروق إفلس يا رضي ربي خزان كيف قرر لما نسأل أبو بكر إنه يوم يوم إكساعد دم ذغار ثور نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم إنس خير من ملء الأرض عمر ملك مطر دب كل قاية عمر يفيد يوم يوم كان مثل الصاحب ننفي محمد صلى الله عليه وسلم ذي غزوة ذي الحديبية مثل كسب وسوي السنة رنتني ذي مكة المكرمة وخدر لنا العمرة رنتني ذي نسى ماذا قلنا القافي خذنا المفاوضات ذينا السحبة تقلق بزاف 1400 سحبة قلنا تقلقن في سهمك يا رسول الله في النظام ده نحن نأخذ العمرة مثقلة أرنا غيدا أمي يروح عمر من الخطاب غير مصير صلى الله عليه وسلم الناس لكنا على حق إلا نغري الناس نعم على حق الناس لكي نقبي كما تم دلوث هذا غدر الناس لا يا عمر الناس ناخد باللي هذا السحاب خذ العمرة ولكن الناس أهطان ناخد أسوأ ساقيا الناس خاطر الناس أسوأ أتخذ العمرة إن شاء الله يفقد عمر بن الخطاب أن في محمد صلى الله عليه وسلم يروح أبو بكر يروح هذا السيرة إنيس يا رجل إنيس وقيت أن في ناثين صار سيدي ربي ثبعي بالفير مكسر صار مقرف ضارك طين سر صدر الحج مقرف ضارك سر صدر ابن كنيس ثبعي كد فير من السيرة بذا في مصار يوم الإيمان يعني أدي حشر ربي يتسمي مثلا سمي دموث وش في أحنا في صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروح يد مسوين يروح يكسس الحنق يحنق لنا يسيد غملك لنا يولد وذ ميسي الوريث ربي يوم النور دي كثنا أفوذ ميس إنس بأبي أنت وأمي طيب تحيا وميتا يا رسول الله إنس نور سيد ربي وذ ميك يا رسول الله إنس يون يموت كان اكتب ربي ما في عبادي إنس أثن تساعدات ولكن ماشي نعم هذه تي عبد غسل دويش غسل بعيد ولكن تي عبد درام يحمي إذا الخيار لعيب هذا قروي سنفك في الناس مو ينسان نفك في الناس إذا من ينسان نفك في الناس ولكن دن في نظر الرسول يفرض على الصحابة الكرام عمر بن الخطاب يومين رب لي يموت إنس ولا دين محمد صلى الله عليه وسلم يموت إنس إشكشاء قروي المين يروح أبو بكر الصديق إنس يعرض أذي عمر يوليم أذي سخطب أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن يعرف ذي محمد صلى الله عليه وسلم من اسم محمد يموت
ونرجع في سيدي ربي سيدي ربي الحي يتم ستره. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يدرد ابو بكر الصديق الاي يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى درس انا لا عمر سيما كل اي قال سند السيف زوري دنزل ويغني يصرع ابو بكر سيدي عمر بن الخطاب المدي بالك ومن بلي يموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكثر يثبت يقضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كدنا أن نهلك لولا أن من الله علينا بأبي بكر. إنس قريب قريب نروح أنا هيك مرة لو كان سيد ربيغي من عيني في كيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كما يتبذل أنظر أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق يتبع أكنز دي جنب في محمد صلى الله عليه وسلم. وقف يدي مثل الجن أسامة بن زيد 17 سنة غدا سالين دي القائدة في الجيش يدلل مرة أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب أذن ينقر حني مرة ولكن 17 سنة غدا سالين القائد بن سلم أسلم يقول في سوى سلمة والجيش اللي مازال يروح إليس عمر بن الخطاب لأبي بكر إليس يا أبا بكر إليس شوية بالليمة الغشية الدم الغشية وغنفني الإسلام وقلت في الزكاة إن الناس محمد صلى الله عليه وسلم مثل في ذا رسول يموت ذا شاك يوين أبو بكر أشاك يوين أبو بكر صديق رضي الله عنه إن يسوى الله وهرب وينود الفكال الزكاة يتكسر النبي صلى الله عليه وسلم إن يسوى الله ذا كيف حرب إن يسعى من المخطب يا أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر إن يسعى والجيش قال مسلم تسكرنا في مرث الشام إن يسعى تسكرنا إن يسعى ملشى أدهج من فلانا أمي إنيس يا عمر إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يهجد الجيش ديال ويهجد أسامة انسان سليل عند القائد انسان يهجد البشر يروح كسينا خاطر والله تخدم فجأة يروح يشجع الجيش النيم ولكن خزرتيه مثلا يوثب يوث السيامة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إمي قال كيف كان أسامة 17 سنة ديال عمريس كيف فعودي جاءت الجيش أبو بكر الصديق يتفكر الروسي أعودي ونسيحون سمي أرطفيسي يحوها فوضى تيزيان جديس أسامة أدي اسمه أبو بكر الصديق ما كان تيزيان جديس وين أمير المؤمنين ولكن نسي مرمى يا أسامة ويمكن أمير المؤمنين الخليفة غير عمر بن الخطاب وغير لا إنيس يا أسامة ما تزمر ذي الجد عمر إيه الجد قمة الطرفي لا إله إلا الله رسول الله مش المفروض يكفر الفلس القانون ما يعجز القانون تطبق سينا يا عمر صب في حمى الناس ولكن القدر وين جاني يقدر يتشجر بالفلس يقدر الناس يا أسامة غسل 17 سنة إني سمع الناس جمرة دي الجرامة هذه قيمة الطافية هذه يعني يجث الناس أسامة بن زيد 17 سنة الناس عمر بن الخطاب الناس قيمة الخليفة أسقنا في حمى الدريدنا كل المؤرخين من الاخر ولاش الجيش يقرب حل المعركه الغزوه ام الجيش الوسام يقدر نتائج العايم الرغب بلا الخسائر. هذا كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مثلا شنو يروح النبي صلى الله عليه وسلم زاد كان يكتب ابو بكر الصديق رضي الله عنه اين دينار بين دين النبي صلى الله عليه وسلم. فرحت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فنيس يا أمير المؤمنين فنيس ليون ورسول وكي الجديد النبي صلى الله عليه وسلم يخدميه يتسكسن الفقراء ذي المساكين يتسكسن الليس يعني ابن أبي طالب ذي الليس فاطمة يتسكسن من بعد أسمين قموث فنيس نكراري ورثن أكيال قذة ثناوين ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذا شي سينا إنيس لا يا فاطمة نحميك حقيقة القدرين هكا ولكن الأنبياء الرسول وتصورتنا ذا ذان ذن في صلى الله عليه وسلم دينا نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أين دنجا ذا واحد صدقة ولكن ونشوالي ورثنين دنجا وستفكارا إنيس لو كانت جاء خلك كان كجيل ويني الدين ربي ويني دين النبي صلى الله عليه وسلم متسمي حلاي مني ودي محال أكان يثبت إذ وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عبادة الدنيا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يشجعي ضربين في النبي تسكد مين أبو بكر الصديق يند تسحب النار كسميين نسمي إفكيام ذي كل شيء أكو ذي إعاني ذي ويني لا مرة كسى
المالي نش النفسي شي شي مانيش سمرا انيس جديد عندك فيه تخاف تسي عندك فيه الله اكام اكام ايات مثلا يقارد وش بحن الفين صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله تعالى يوم القيامة كربوينه كل دخل من كرامة دخل من كربوين إلى المرة وكن نريس نفكيس النخام بس المكافأة نفكيس ولكن أبو بكر الصديق يدك خذب حشر بك زمان ازديار الخير وين ريخد الله أنت قد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذر كم كسينا إنس يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله لكن ينظر المال إنه مشين إليك يا رسول الله أم لك أم المال إنه إليك ويقرأنا سعزيز في الله الدنيا إياه مثلا يقنع عقل كينيا ويوارث الدنيا ثاني ذا وتسيوي إن الأرض لله أرسل عباد قرين ولاش كرام قلنا تسيوي قلنا تسيوي النظام كرام كوني ميتي في كرام يقول هذا في ديما ليس روح بعد تقولي نسي ربي سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما يتمثل إذا أبو بكر الصديق ما النبي صلى الله عليه وسلم أمس أكلي شمسي ثاني اثنين ما دين الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم زواله أبو بكر الصديق ذو السين ذو السين أقبل الإسلام ذا بدأويش وش من يساعد دخول أكثر من أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد الثذوكين ميحمين وزمان ميحمين سيدي الدنيا ذاك ميحمين رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إذا ثاني اثنين أقبل الإسلام ثاني اثنين ذي الهجرة الهجرة كني الدوكين الله الله الدوكين ذي الهجرة ما الهجرة أدير دو الزاد سمعت دو الجهرين الزاد سال الفيرس الجهة ذي فوس الجهة ذي الزرمات الناس شنا خضر ذاك يا أبا بكر إن شاء الله رسول الله كيدو كيدو ما دار دغر الزاد لا شنا كيدو ذي الفير ما دار الفير كيدو شنا كيدو ذي الزاد الجهة ذي فوس شنا كيدو ذي الجهة ذي الزرمات ما راح الجهة ذي الزرمات كيدو ذي الجهة ذي فوس إن شاء من غني ما يكشف دوك الطرف يمني إن شاء لا رسول الله من كل من غني غنيوني عبد ولكن كشني من غن كذا لأن الإسلام مرة قضان في الناس الله كما يتمثل إذا ثاني اثنين ذي الهجرة ثاني اثنين ذي الغاب ذي سيد سن داخل الغاب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثاني اثنين ذي الظالم ما ولاش النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ذي الظالم سبحان الله ثاني اثنين ذي المجلس دائما النبي صلى الله عليه وسلم جهتي فست أم كان الجهتي فست جاب واحد ذي قيمة قسيون أبو بكر الصديق قال قيمة غش يقول أبو عمر بن الخطاب ده على الجهة قلنا ذل ولكن أم كان جه غش يفريون أدي الدو أبو بكر الصديق قال بروح ذي اللي يقبلون كنيس ثاني ذي المجلس وثاني اثنين ذي الخلافة ثاني اثنين ذي اسمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق اليوغين ثاني اثنين ذي القبر أسمع يموت يتوفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرنى عمين يرنى الفيرس يمضي الطافيس الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن إذ وسين أقبل الإسلام ذو السين ذي الهجرة ذو السين ذي الغار ذو السين ذي الظالين ذو السين ذي المجلس ذات غيما ذو السين ذي الخلافة اسمي بموت ذي تيقوان ذي الخلافة ذو السين ذي ثنبر ذي المقبر ذي خمت العائشة رضي الله عنها وأرضها إنضين الطفل وحبيبي عزيزي الطفل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخ وصاحب يتشرون في محمد الصلاة يتشرون أبو بكر الصديق ميسي سيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل وشو يحمي الدنيا تكفرس إن شوها أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ممكن أرض المال إنه إليك يا رسول الله لا كان خزر كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد في المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن في ذات ديس خطر لوقت الإنسان قال الفاري روح أبي سلم ربي أبي سلم غف النبي عزيز صلى الله عليه وسلم الناس يولي عاد في خيارة سيد ربي سخطرت سيد ربي أفزينا الدنيا ذا قيمة لعشرين دنيا أسفك أي سي عجبن دي دنيا ذا عشرين سي عجبن دي دنيا وسفك إن سي عجبن دي دنيا إذا سخطرت أين لنا غير سيد ربي إذا دي خطر أين لنا غير سيد ربي إجا الدنيا وخلاص سيدي سيخطر سيد ربي إجا الدنيا
يقولون أنشنكم الصحابة الكرام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه انطلق ذي الطول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله أكيد نفذو سبب ذي مثل ما يا رسول الله يوم زرنا شيء دينا نوايا وسن الطول يتسلون خطر يزرع بلين يعرف ذنين يكسخر سيدي ربي غني وارد نسان ذي ذن في صلى الله عليه وسلم يسخر ما ذي عيش أذي طور ذي العمر سيدي عيش وسيف كذي الدوليث نا يختار الجوار سيدي ربي يختار الجوار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضه إلى ده برد كان في صلى الله عليه وسلم شوية اليوم إلى دم من بعدين زرع بلين أني ويد العبدين يسخر ربي نسان أنا بيجي على من يسنا يهرنا ذم زوره شو يجي دينك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الله أكبر كم كم مثال إذا كان بقي أبو بكر باختصار شديد إن كان في الإيمان أبو بكر الصديق السلوكينس ذي المكان أنا سأعرف في محمد صلى الله عليه وسلم هي المكان عامين يخدم يسنسين سوي ذاك نيف فرق من الإسلام من بعد ميجو مثل فيصل وسما جعل ميجو مثل فيصل وسما كل شيء يروح الإسلام الإسلام هذا يروح يرد الإسلام على المكانش يا معامين يروح يروح لهم ذكر ليس لهم ذكر ليس عزيزي أليليس أدح شرابي يتسوي جمع يتمثل رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أبي طهر ربي ولو النظر النفاق هذه طهر ربيهم الأعمال النظر ذي الرياء هذه طهر ربيهم اللي إلساوا النظر ذي الكثير هذه طهر ربيهم أعيننا من الخيانة هذه طهر ربيهم السلوك النغمرة أكوى الدقوين من ديرهم أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين استمعوا للمخالفة يتبعوا الحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب اللهم أن الحق حقا ورزقهم اتباعه وأن البطل بطل ورزقهم اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.